أنا ألخص الكلام في كلمة. أي. القداسة. الله. أي أسقف له عمل راعي. طب. وله عمل إداري. إنما هذا الرجل تميز بالقداسة. وأنا شخصياً كل يوم في عيده كده اللي هو عيد ميلادي بقعد يعني أقارن إن ينبغي أن نصل للقداسة. يوم ما اتنيح الأنبا ميخائيل كان في واحد هنا اسمه عبد المحسن صالح ولا زال موجود يعني، كان أمين عام الحزب الوطني الديمقراطي زمان 35 سنة وله شأن وليه تاريخ مع سيدنا. فجي عزي بالليل جي قعد جنبي قال لي إيه الراجل ده ليه علاقة بربنا غير عادية، يعني أحد كبار المسلمين اللي ليه علاقة بربنا غير عادية. فهو تميز بالقداسة ما حاجات كتير وكلنا مشتركين في صفات كتيرة صحيح، إنما القداسة لا ده اللي ميزه. طب أنا أقول لحك حاجة، النهاردة في الدير مفيش أوضة واحدة فاضية، احنا عندنا أولموست أكتر من 750 أوضة تصل إلى 1000. أيوة. بس 750 أوضة متميزة يعني. ولا أوضة فاضية، وإحنا دي السنة الثامنة عشان الاحتفال. أيوة عشان الاحتفال، الناس جاية تسلم يعني بيبقى. عشان يجوا يحضروا القداس لا مش القداس بس، عشان الحفلة بالليل. هو دايما الحفلة بتبقى ليلة يعني بتبقى 22 بالليل والقداس 23 الصبح. بس امبارح عشان كان الثلاثة الاجتماع الأسبوعي بتاعنا اللي أسسه الأنبا ميخائيل من 60 سنة فما نقدرش نسيبه يعني، فعشان كده عملنا الحفلة النهاردة بالليل. فالحفلة النهاردة بالليل إن شاء الله، فالناس جايين واخدين أجازات ولا أوضة واحدة فاضية. أعتقد سيدنا كل شعب أسيوط نيافة الأنبا ميخائيل خدمهم وهم أطفال، وربما أبائهم وهم أطفال، وربما أجدادهم كمان خلال 60 سنة. انت هتسمع من ابونا تدرس وابونا فيليمون والاستاذ عماد اللي عاشوا مع سيدنا الأنبا ميخائيل اكتر ما انا عشت. ليه تاثير في قلوب الناس. والجمله اللي انا قلتها النهارده في نهايه القداس، خدم هذا الشعب بالتقوى وترك لنا شعبا تقيا. الله. فهو يعني دي النقطه المميزه.